العام هذا اذا سهل الله غادي يكون ان غينيس في كازابلانكا. ديجا مي اترافير لا غاسترونومي جو بونس كون ياريف بوكو ميو دي لا غاسترونومي افريكان. ا بيانتو. Alors le festival, plusieurs choses. Le festival l'ouel les feux d'Arbeda. Ou mais c'est le festival l'ouel mais ça n'a droit chez le festival des professionnels. Mais chez des magasins qui vendent du matériel de cuisine ou les choses comme ça. C'est vraiment l'ayi واحد. Monsieur, Madame, tout le monde. Rebat bait, bouledata, brajla, des amis, de la fac. Ayi واحد يقدر يجي. اللي عزيز عليه المكلة. غيش فوالا سي سا اللي عزيز عليه يكتشف شي حاجه جديده اون توكا. اول حاجه انا جو كخوا كو مدينه الدار البيضاء فرحانه بزاف لانه دار لها ان فيستيفال غاسترونوميك ومدينه الدار البيضاء عندها واحد التاريخ كبير كيحفل بالاكلات الشهيه ولا تراديسيون ماروكان في الطبخ يعني دازوا عصور وقرون وحكايات واطباق دازوا في هذه المدينه وكنظن دابا حنا في عام 2020 ويلي طون لي طون بوغ نو باش نعطيو هاد القيمه هادي لهاد المدينه من ناحيه لي برودوي كولينير ديالها من ناحيه الاطباق والشهيوات ديالها لانه اون فان دو كونت الماكله اساس من الاسس ديال لادين ديالنا حنا المغاربه يعني سي تري تري امبورطون. سلمى بنيس رئيسه جمعيه متين. في هذا الفيستيفال غادي نعطيو واحد 10 ديال لي ستوند 10 ديال لي كوبيراتيف جايين مدن بعيده بحال اكادير بحال بني ملال خنيفره ايمن تانوت ومحمديه ودار البيضاء والرباط حتى هما وغادي يجيبوا المنتوجات ديالهم هما العسل املو زيت ارغان زيت العود سكسو وجميع المنتوجات اللي حنا تنطيبوا بها في الدار واللي تنتمنى بانه الببليك الدار البيضاوي يجي ويشري من عندهم يشري وينفعوا وتنتمنى حتى لي شيف لي شو كولينير ديالهم يشريو من عند التعاونيات ويطيبوا بالمنتوجات ديالهم. زيرو